ومن اتقى الله جاءه الرزق من حيث لا يحتسب. تحقيق التقوى يا عباد الله فيه طمأنينة القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. تحقيق التقوى يا عباد الله سببٌ لتفجُّر الخيرات والبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض. الله أكبر يا عباد الله. تحقيق التقوى سببٌ لأن تكون كريمًا عند الله عز وجل. ومن كان كريمًا عند الله، من ذا الذي يستطيع أن يُذِلَّه؟ من كان كريمًا عند ربِّه، من ذا الذي يستطيع أن يُذِلَّه؟ يقول ربُّنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن حقَّق التقوى كان كريمًا عند ربِّه سبحانه وتعالى.